نلتقي اليوم في بيت المدى الثقافي مع رمز آخر من رموز الثقافة العراقية والفنية في العراق، في العراق المعاصر والحديث. بالتأكيد عندما نتحدث عن أي من هذه الأسماء الكبيرة الفاعلة في تاريخ الثقافة، سنتحدث ضمناً عن ظواهر وعن أسباب وعن حوادث كثيرة مرت وتداخلت مع حياة هؤلاء. لذلك اليوم نستذكر الفنان التشكيلي حافظ الدروبي، مبتهجين جدا بهذه الوجوه النيرة التي تتفهم الجمال وتتفهم الفن وتتفهم الحياة التي نعيشها الآن والتي هي بعيدة، أعتقد بعيدة نوعا ما عن الجمال وعن الفن مع الأسف. أنا سأتحدث عن معرفتي بحافظ دروبي كأول أستاذ للرسم التحق بكلية الآداب سنة 1950، والتقى به الدكتور عبد العزيز الدوري، وكان ذلك الوقت عميد لكلية الآداب والعلوم، كانت سوت كلية الآداب والعلوم. بعدين قال له: ما الذي أتى بك هنا؟ قال: أنا أدور على وظيفة، ما عندي وظيفة. قال له: تعال، أنا عندي وظيفة إليك. دروبي اسم فنان كبير توزع في أنحاء العالم، لأنني عرفته من خلال لوحاته الموزعة في السفارات. والحقيقة هذه يجب أن تقال ويعرف به أبناء الشعب العراقي، لأن حافظ الدروبي لوحاته هي لتعرفه. فنان كبير عرفته من خلال، يعني حقيقة الواقع، أنا أعرف حافظ الدروبي كان قبل ما أعرفه فنان كبير، كان مدرس رياضة،
هل هو صحيح؟